نحكي اليوم عن التبريد والحرارة وكيف نتخلص من الحرارة. اليوم معي هذا المبرد اللي حجمه كبير جدا، راح أحكي عنه ونعطيكم تفاصيل، نعمل فتح صندوق ونشوف ونعمل اختبارات كاملة له، وهل بيستحق الشراء أو لا. كل هاي التفاصيل بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو راح نحكي فيه عن التبريد المائي، وخصوصا اليوم أنا مخصص الحلقة لنحكي عن هذا الوحش الكولر ماستر تحت اسم انتم شايفين اللي هو الـ ML360P اصدار سيلفر. طبعا بتمنى لو كان ابيض يعني، بس هذا اقرب شيء لقيته الابيض للتجميع الجميلة. خلينا نفتح صندوق مع بعض نشوف شو المحتويات ونركبه ونشوف طبعا الاداء تبعه، يعني هذا امر بهمنا جدا. طيب اليوم انا ما راح احكي عن طريقة تركيبه بقدر ما راح نركز الحديث اكثر عن الاداء تبعه. راح يكون في حلقة مخصصة كيف تركب تبريد مائي، اي تبريد مائي كيف تركبه بدون ما يكون عندك اي مشاكل. ونفتح الصندوق. مع هاي اللحظات الجميلة يعني لازم اي واحد يشتري اي شيء جديد ما يضيعها عليه بصراحة. وين هاي؟ اوكي خلصنا شغل. واو طبعا اكيد فل ار جي بي بالنسبة للناس اللي بتهتم بالموضوع ار جي بي. احكي عن كل شيء، عن المميزات العيوب، يعني حاول نغطيكم كل شيء. واو حجم يا جماعة كبير. بلش قطعة قطعة. أول شيء مثل ما شايفين هاي المبرد، مثل ما بنعرف أكيد هاي هي اللي بتركب على المعالج، حجمها كبير ضخم يا جماعة. أول شغلة كبداية إيش عجبني؟ الليون الموجودة بهاي نفس البايبات هذول بتعطيك سهولة حركة عالية جدا. برد هاي حجمها كبير يا جماعة، واضح قوة تبريد مكفي انها من كولر ماستر. جنب اوكي المراوح. هون الحديث المهم جدا. هلا بداية انا مثل ما حكيت كنت اتمنى انه لو يكون اللون ابيض، هذا شيء ذوق، لكن فكرة انك تحط لي ثلاث مراوح على سوكت واحدة هون يعني هاي مشكلة أنا بشوفها. ليش؟ بطلع أصوات كثير. لأنه بصراحة لو خربت مروحة، صار في عندك مشكلة بمروحة، فأنت راح تضطر تغير القطعة هاي كاملة، أو بدك تصير تجيب يعني إذا لقيت كولر ماستر مثلا، أو بدك تصير تجيب مراوح ويعني تركبهم أنت بطريقة على هي كل واحدة لحال. فهي من عيوبها، مميزة ممكن الناس تشوفها مميزة إنه تركيبها راح يكون أسهل من تركيب كل مروحة لحال، فهذا الأمر يعني بيرجع إلك بشكل شخصي. طبعا أكيد إحنا بالنتيجة اللي عم نحكيها شغلة أذواق هاي مو مهم، المهم هو أكيد موضوع الأداء والصوت. الصوت يا جماعة الصوت أهم شيء. كيبلات كلها راح يتم استخدامها أو يعني المهم فيها. طبعا الكنترولر موضوع ناس الـ RGB برجع بأكد، الناس اللي بتحب كتالوج يعني. أوكي هون الشغل هنا. هيك احنا خلصنا. جماعة لكل أنواع المعالجات براغي حسب شو عندك المعالج بتحطها على المذر بورد اللي انت بدك اياها. هاي هي محتويات الصندوق. هيك احنا قمينا على الكاميرا. اوكي هيك خلصنا. الان نروح على مرحلة التركيب. مثل ما ذكرت راح يكون لها فيديو مخصص ما راح نصورها، بعدها ننتقل على مرحلة التجارب ونعطيكم رأينا بشكل نهائي بعد ما أخلص كل التجارب.
طيب أصدقائي، الآن بننتقل لنشوف عنا تسجيلات الحرارة. مثل ما شايفين عنا هاي الكرات من 0 لـ 9، هنا 10 كرات بطلعوا عنا. أقصى درجة حرارة عم بلاحظها هي توصلت 40 تقريبا، والمينيموم هم مثل ما شايفينها حاليا الكرنت، هذا هي الحالي. الآن رح نبلش بالسيني بنش ونشوف شو رح يعطينا. نضغطه بأعلى شيء للمعالج، نشوف شو رح يعطينا درجات حرارة. مثل ما شايفين بلشت تطلع درجات الحرارة للـ 90، في عنا شيء وصل 80، في عنا يعني هاي هي درجات الحرارة اللي عم نشوفها. طبعا قبل هيك بالتبريد القديم كان كلياته عندي سكر على 100 على الاخير، كل درجات الحرارة تسكر على 100، ويعني بتحس الاداء ويرتفع الصوت بشكل كبير. الان نعم في صوت لكن مو مزعج، احنا عم نحكي عن ضغط المعالج اقوى شيء. الصوت مثل ما انا حاليا عم بحكي هو شغال، فاذا انتم سامعينه فبيكون الصوت مزعج، اذا لا هيك انا سمعانه مثل ما انتم عم تسمعوا حاليا. فنمشي شوي على السريع ونشوف النتائج النهائيه. الان خلص معنا الاختبار، شايفين درجه الحراره اقصى شيء، اقصى كور وصل لها 99 طبعا للحظات ورجع نزل. فاحنا هي هون يعني لمحه اخذناها باختبار السيني بنش. طيب الان راح اروح لاختبار الهيفي لود، واللي هو ايضا بضغط المعالج بشكل كبير. نشغل ونشوف كمان درجات الحراره. مشافين الصوت بلش يطلع، درجات الحرارة رغم الاستهلاك الكبير للسي بي يو، شوفوا احنا مستهلكين الكورات 100%، لكن صراحة درجة الحرارة فاجأتني هون، ما في يعني 85 شيء طبيعي يعتبر بالنسبة بهيك وضع. احنا عم نضغطه بشكل فعلا رهيب، قبل هيك ايضا كانت مسكرة على 100 على التبريد القديم. طبعا اكيد احنا ما بصير نقارن، كمان عمر التبريد القديم اللي عندي كان له فتره منيحه، ونحكي احنا عن مروحتين هون 3 مراوح، يعني في عده امور، لكن بشكل عام احنا عم نحكي هاي القدرات اللي عم بقدم لنا اياها هذا التبريد. هيك اصدقائي انا وصلت لنهايه الفيديو. بشكل سريع ومختصر احكي عن هذا المبرد، رايي فيه شخصيا بصراحه تجربتي كانت رائعه معه، جيدة. نعم هو ما بيعتبر من الفئة الرخيصة، لكن أيضا ما هو غالي كثير، يعني ما هو تبريد مائي عالي جدا، لا بشوف أنا سعره لهيك تجميع اللي عم بيجمع هيك تجميع لازم يكون عنده مبرد قوي فبيستحق. نعم بالنسبة للون بصراحة بعد ما ركبته شفته لا طلع أجمل من لما فتحت الصندوق، شوي انصدمت باللون السيلفر. كأداء كأرقام أعطاني إياها أنا راضي عنها بشكل كبير جدا. يعني ظل في اختبار واحد رح أعمله لكن مو حاليا، بس بدي أرفع الباور سباي. الباور سباي عندي شوي أنا حاسها ضعيفة، بدي أوصلها لـ 1300 أو 1200، بدي أعمل اختبارات ضغط استرس عالي جدا مع أوفر كلوك، ساعتها بيبين قدرته. رح أرجع أعملكم فيديو ثاني ما رح يكون عنها، رح يكون مع الباور سبلاي، وأكيد هون بتدخل موضوع التبريد، بنشوف هل رح يعطينا أداء أفضل وأفضل. لكن حاليا على الوضع الحالي بدون أوفر كلوكينج نعم أنا بنصح فيها بشكل كبير. كنت خايف من موضوع الصوت لدرجة أنه كثير أجلت شرائها، لا فعلا ما في صوت مزعج مثل ما كنت متخيل، ومثل ما بعض الناس تحدث عنه بصراحة على اليوتيوب، يعني فاجأوني. طبعا ما عم يحكوا عن هذا اللون، ما لقيت أي مراجعة عربية له، ما بعرف ليش كانوا عم يحكوا عن إصدار قبل اللي هو كون R360R اللي هو لونها أسود. فبس هذا كل شيء كان اليوم، رابط للشراء موجود بصندوق الوصف. كان معكم عبيدة من قناة تيكتوبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.